مرة ومرتين وثلاث، إلى أن جاءت المرة الأخيرة بعد خلاص ما يتحمل أبو فاضل يبقى في الخيام أكثر من ذلك. يأتي مهرول إلى أبي عبد الله: نور عيني حسين، سيدي أبا عبد الله، لقد سئمت الحياة، ضاق وسعي بعد ما أتحمل، ما الخاطب يا أبا الفاضل؟ قال: نور عيني حسين، إن ابنتك سكينة جاءتني بولدك عبد الله الرضيع. بأي حالة يا حسين؟ سكنة بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وشوفته، والله شعبتني حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني. تجذب الحسرة والرضيع يدير عين. اسمع يا أبا عبد الله، أتحمل وأشوف هذا الموقف، هلت مدامعها يا أخويا ووقفت حذاي ترتعش وتقول لي: يا عمي تفتت حشاي، أنا مدة ثلاثة أيام والله ما ضقيت ماي، واحنا يا خويا الموت لازم واردينا. آه قال لي: قطب الحراب يا شايل علمنا، خلى يا خويا من العطش يهلاك طفلنا. الله يعين الجيش لا تشتت شملنا، بعدك يا خويا تغير عدوانك علينا. أبو فاضل إذا كان ولا بد، خذ القربة واذهب إلى المشرعة وأتي بالماء إلى الأطفال. لأنعمنك عينا سيدي، امتطى على صهوة جواده، توجه إلى جهة المشرعة، ما وصل إلا وأربعة فآلاف فارس قد أحاطوا بالمشرعة من كل جانب، أجلاهم عن المشرعة ونزل إلى الماء، مد يده في الماء وإذا بالماء بارد كأنه بطون الحيات. أخاذي الماء بس هي سبرد، خاذي الماء بس هي سبرد، ترس شفي روي عطش شب، تذكر لن خوه حسين باع دب الماي من شفه وتحسر، هذا الماي يمشي بطون حيا وذوق قبل خويا حسين، وظن طفلي ويلي من العطش ما وظن يومي قرب والعمر قصر، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة بالماء وضعها على عاتقه وطل بالظما ساق العطاش وطلع بالج، شيلني وشيلك يا مؤمن، وطل بالظما ساق العطاش وطلع بالجو، والدرب بينه وبين اخوه حسين بيها سطو سيفه وصوت بروق ورعو،
والروس تمطر والدموم تقول طوفة كريت نخل جيش وحسين انت خوصة عباس باليمنة وابو سكنة وصبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خيا ورفيف العلم وحسينا يا ملا عطية اوصف لنا بطولة هذين البطلين قال شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين مثل الصواجع نازل على القوم صابين وشنه الصواجع من عزم عباس عافت ملازمها وخلت حومة الميد شمسين نبوة وقمر هاشم يوم عاش دار الفلك بيها وتلاقى النور وشق وسحاب من الكتايب والسما تمور احتضن وطلعت زينب ترحب بلا وحسينا وصل أبو فاضل وبيده القربة سلمها إلى منه سلمها إلى زينب تفضلي تفضلي سيدتي زينب خذي الماء إلى الأطفال أخذت زينب القربة دخلت بها إلى الخيمة إن هي إلا لحظات إذ بها ترجع مرة ثانية تفضل يا أبو فاضل ها إن شاء الله شرب الأطفال الماء قالت لا يا أبا الفاضل تداكى الأطفال عليها فسقطت على الأرض فأريق ماءها وما شرب أحد من الأطفال قطرة من الماء وإنما تراموا على الأرض يكشفون صدورهم شوي بردون على صدورهم أخي زينب أوديها مرة ثانية وأملأها لأنعمنك عينا سيدتي أخذ القربة مرة ثانية وضعها على عاتقه تودع من الحسين تودع الحسين امتطاه على سهوة جواده هذا وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت عند الملتقى وصل إلى المشرعة نزل في المشرعة ملأ القربة بالماء وضعها على عاتقه امتطى على صهوة جواده لوى عنان فرسه قاصدا إلى جهة خيم أبي عبد الله أيوة مصيبته وإذا بعمر بن سعد ينادي في أزلامه ويحكم لئن وصل العباس بالماء وشرب الحسين من أفناكم عن آخركم ماذا نصنع يا أمير قال اختلفوا عليه من كل جانب فاحتفوا عليه من كل جانب هذا وأبو الفاضل يقاتل قتالا مستميتا أحسن الله لكم العزاء فلا ترى إلا رؤوسا تتطاير وأيدي تتناثر هذا وأبو الفاضل لا يلتفت إلا إلى القرب يريد يوصلها سالما أحسن الله لكم العزاء شيعة موالين بينما أبو الفضل يقاتل قتالا مستميتا إذ برز إليه زيد بن ورقا من خلف نخله ضرب العباس على يمينه
والله إن قطعت مو يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أخذ السيف بشماله طم القربة إلى صدره واللواء إلى صدره بينما هو على تلك الحالة كمن له حكيم ابن الطفيل ضربه بالسيف على شماله. قد قطعوا ببغيهم شمالي قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. هذا وأبو الفاض على تلك الحالة وإذا بسام قد صوب نحو القربى فأريق ماؤها. جاءه سهم آخر أصاب العباس في عينه فخسفه. سالت الدماء على وجهه حتى سالت على عينه فصار لا يبصر الطريق. أخذ يتمايل على قرب أصف رسوله كيف ينتزع السهم من عينه لا يمين ولا يسار. أخلى رجليه من الركاب وضع السهم بين ركبتيه وهو على تلك الحالة وإذا بعمد على راسه. أين الصارخون وأعباسا أين المنادون وأمصيبتا. ما تمالك أن يبقى على صهوة جواده لكن كيف أبو فاضل يتلقى له. أحد الخطباء قرأ مصرع العباس ثم رجع إلى داره هومت عينه جاءته الزهراء في المنام تقول له يا شيخ لما لم تقرأ مصاب ولدي العباس. لما سيدتي قرأت مصاب العباس ومصرعه؟ قالت لا بعد غفلت شيء من الأشياء. شنو سيدتي؟ قالت يا شيخ لما لم تقل هذا الكلام. ما هو سيدتي؟ قالت أن الفارس إذا أراد أن يسقط من على جواده يتلقى الأرض بيمينه وشماله لكن كيف العباس تلقى الأرض. فهوى بجنب العلقم فليته فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذعف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشي يجمل الثم. يقول حميد بن مسلم خرج الحسين من الخيام وهو يدق على صدره مناديا الآن انكسر ظهري. الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي.
خطى خطوات هوى الحسين إلى الأرض، التقط شيئا قبله وضمه إلى صدره، دققنا النظر وإذا بها يمين أبي الفضل الأظهر، ثم مشى خطوات هوى إلى الأرض، أخذ شيئا آخر قبله وضمه إلى صدره، دققنا النظر إذ بها شمال أبي الفضل، يا خاين كسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خاين كسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خاين كل لي، يا خاين استوحدوني بعدك يلقوم، أحسن الله لكم العزاء شيعة موالين. لما وصل الحسين إلى أبي الفضل كان العباس مغمى عليه، جلس الحسين عند رأس أبي الفضل، شال رأس العباس وضعه في حجره، أفاق العباس لكن لا يبصر، عين قد جمد عليها الدم والثانية مخسوفة بالسهم، ظن أنه فارس جاي يريد يحتز رأسه، قال يا أيها الفارس إن كنت قد عزمت على ذبحي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي فأتودع منه. انفجر الحسين بالدموع، قال أنا أخوك يا أبا الفضل، لمن اللي واطي؟ رفع العباس رأسه مرغه في التراب، شال الحسين وضعه على حجره، مرة ومرتين وثلاث، نور عين عباس لما تفعل هكذا؟ كل ما أرفع رأسك أضعه في حجري ترفعه وتنزله في التراب؟ قال سيدي يا أبا عبد الله أريد أن أواسيه، أنت الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك؟ عزم الحسين أن يرفع العباس حتى يوصله إلى الخيام، وإذا بأبي الفضل يرفض قائلا نور عيني حسين حبيبي يا أبا عبد الله دعني في هذا المكان. ليش يا أبو فاضل ما تريد تروح الخيام تتودع من النساء؟ قال لا سيدي. لما يا أبا الفاضل؟ قال لأني وعدت سكين بالماء وأستحي أن أرجع إلى الخيام وليس معي قطرة من الماء. يا خويا يا خويا أيست سكنة من الماء، يا خويا يا خويا أيست سكنة من الماء، تجي يمي ذليل أو توقف، احذاي احذاي ومن العطش رادت تجي وياي، تقل لك وين وعدك يا المشكر، وين الكفين يا سردال الحرب، وين الكفين دمك صابين من جفوفك يا صاب، وين الكفين وين الكفين يا سردال الحرب، وين الكفين دمك صابين من زنودك يا صاب، وين الكفين وين الكفين يا سردال الحرب، وين الكفين دمك
شهل عجب منك يا شايل رايتي وساقي العطش. شهل عجب منك يا شايل رايتي وساقي العطش. مليكت يا حد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة. غارق بدمك خدودك والنابل جسمك فراشة. نخيت حسين يا شيال العالم هيا نحسين. نخيت حسين يا شيال العالم هيا نحسين. صد لي بالعين بنشتك يا شهم وين الجفين. وين ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباسيتي رووا ينسبوا سكنة ورضيعة. ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباسيتي رووا ينسبوا سكنة ورضيعة. طفلك يا حسين شاعب نبوانته. طفلك يا حسين طفلك يا حسين شاعب نبوانته. طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته؟ وين الجفين؟ وين الجفين؟ راد يفتحن عيونه والدمع جامد عليها. راد يفتحن عيونه والدمع جامد عليها. حساروا هلا تدموع وغسل دم العين بيها. وقال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تيجيها. راد يفتح عيونه والدمع جامد عليها. تحسروا هلا تدموع وغسل دم العين بيها. وقال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تيجيها. تعذر لي زين يا خويا بطيحتي. تعذر لي زين تعذر لي زين يا خويا بطيحتي. تعذر لي زين ما لي يدين دعاين حالتي. وين الجفين؟ وين الجفين يا سردار العالم؟ وين الجفين؟
سافح دمعة وصافق جفة وضلع. سافح دمعة وصافق جفة وضلع على عضيديتي لوا قال خل على الشريعة جثتك ما هي مروة. قال خل على الشريعة جثتك ما هي مروة أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة. دمعة العين لا غسل طبرتك يا نور العين. دمعة العين لا غسل طبرتك يا نور العين. يسراك منين اجيبه يمنتك وين الجفن وين الجفن. قام أبو عبد الله من على جثمان أخيه العباس بعد أن فاضت روحه إلى بارئها ورجع إلى المخيمات. استقبلته النساء هذه تنادي أين أبو الفاضل وتلك تنادي أين العباس. أما الأطفال فقد تحشدوا حول الحسين أبا أبا أين عمنا لقد وعدنا بالماء. أبو عبد الله ما أجاب أحد ما أعطى جواب. ماذا صنع؟ جاء إلى خيمة العباس دخل داخل الخيمة هز عمدها هزا قويا حتى أسقط العمد فتكردست الخيمة على بعضها الضوء. فنادوا نداء واحدا وضيعتا ومصيبتا يا اختي يا زينب راح عباس راح عباس راح عباس راح الضيغم اللي يرفع.